بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر جميع المستقبلين بعد زيارة تاريخية ومهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم مستوى العلاقة والشراكة في بعض المجالات وتنظيمها في المجال الأمني اللي تبلورت على عدم وجود أي قوات قتالية أمريكية في نهاية هذا العام في يوم 31 كانون الأول من عام 2021، بالإضافة إلى الشراكة في مجالات التعليم والصحة والثقافة والبيئة والطاقة لكي نوفر فرص عمل لأبنائنا إلى شعبنا الكريم لكي ننتقل بحياة كريمة توفر للفقراء الطبقة الوسطى حياة ومستقبل لأبنائهم. هذه الزيارة كانت زيارة مهمة بكل المعاني، وكان هناك اتفاقيات سوف تنعكس على مستوى حياة العراقيين في السنين القريبة القادمة. نتمنى من الجميع أن يتوحدوا مثل ما توحدوا في البيانات المشتركة التي صدرت بعد الإعلان عن البيان المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. أشكر القوى الوطنية العراقية كافة التي وقفت مع الحكومة ودعمت ما وصلنا إلى من اتفاق الذي سوف يوفر علاقة جديدة تعيد العراق دوره في بناء الاستقرار والسلام في المنطقة. أهني العراقيين على ما استلمناه من آثار في أكثر من دولة في العالم تم جمعها، ورجعنا إلى بغداد ومعنا 17,000 قطعة أثرية تخص تاريخ العراق، حضارات العراق، حضارات أجدادنا. هذا بها حالة رمزية، نحن نعمل على إعادة العراق وبناء الدولة العراقية. نحتاج إلى التكاتف والعمل جميعا والعمل على المساهمة في الانتخابات في يوم 10 أكتوبر القادم. أتمنى من الجميع أن يتوحد لهدف المشاركة بالانتخابات. المقاطعة ليس حل، الحل بالتغيير الواقع بالمشاركة في هذه الانتخابات وبكل قوة لكي نغير الواقع المؤلم الذي مر به العراق في السنين الماضية، والعمل على بناء عراق يليق بالعراقيين وليق بكرامة العراقيين. أشكر كل السادة الوزراء، كل المسؤولين بالدولة العراقية، الأبطال في جيشنا العراقي، قواتنا الأمنية، الحشد الشعبي، الباشمركة، جهاز مكافحة الإرهاب، عن أدوار البطولية التي قاموا بها لكي نحمي هذه الدولة وهذا الوطن الذي اسمه العراق العظيم. إن شاء الله عندنا بداية جديدة ونتعاون جميعا في بناء العراق ويكون مستقبلنا وحاضرنا أفضل من ماضينا.